تحت عنوان نحو جراحة عصبية آمنة، أقامت الرابطة السورية لأطباء الجراحة العصبية المؤتمر السنوي 21 لأطباء الجراحة العصبية في فندق شيراتون دمشق بمشاركة عربية من لبنان ومصر والعراق. تميزنا بهذا المؤتمر أنه كان معنا ضيوف عرب من عدة دول عربية شقيقة، من مصر، من لبنان، من العراق، من الأردن، وجاءوا مشكورين وتكبدوا على السفر. والحقيقة كان هذه ميزة جديدة لتدل على أن سوريا أصبحت آمنة 100%، وفتحت ذراعيها من جديد لتستقبل الأشقاء العرب ونقول لهم أهلا وسهلا في دياركم وبين أهلكم. طبعا سوريا ومصر طول عمرنا دائما بنقول يعني جيشنا الأول ووطننا الثاني. طول عمر سوريا ومصر الحمد لله مع بعض علاقات وثيقة ورفقاء سلاح، ويعني أساس العروبة وأساس كل المعارك اللي موجودة في المنطقة العربية كلها كنا مع بعض. فأنا سعيد وسعيد بوجودي بالشام، وسعيد لما شفت فعلا الحياة عادية وطبيعية موجودة هنا، والتقدم اللي أنا شفته من زملائنا في محاضراتهم وفي عروضهم، وإن شاء الله بالتوفيق دائما ليهم إن شاء الله. سوريا البلد الجميل، بلدنا الثاني، إن شاء الله تعالى يتعافى سريعا. وجدت أكثر نضارة، أكثر جمالا، أسأل رب العالمين أن يحفظه ويحفظ أهله ويحفظ قائده، وإن شاء الله تعالى إيد بإيد مع أخوانا السوريين حتى نرفع شأن الجراحة العصبية في الوطن العربي ونخدم الإنسان أينما وجد. المؤتمر تحت رعاية نقابتنا، نقابة أطباء سوريا، ونحن طبعا كثير بنشجع على إقامة هيك مؤتمرات بمكتب الروابط، واللي من شأنه رفع السوية العلمية وتحسين الواقع الطبي والمهني على مستوى أطبائنا ومرضانا بنفس الوقت. أتمنى للمؤتمر النجاح لأنه راح يقدم لنا شغلات جديدة بمجال طب جراحة الأعصاب. تعرفوا أنتوا أنه طب جراحة الأعصاب هو من أعقد أنواع الجراحات، والبحوث العلمية متطورة، ونحن بنتمنى أنه المؤتمر يعطينا شغلات جديدة لتبادل الخبرات ما بين الأطباء في هذا المجال. هدف المؤتمر تعريف الأطباء بآخر المستجدات في مجال اختصاصهم والاطلاع على مهارات زملائهم وتبادل الخبرات في مجال الجراحة العصبية.